نستهل تفسيرنا لصورة الفاتحة، وسورة الفاتحة مكية، وهذا قول جمهور أهل العلم. سورة الفاتحة سورة مكية، آياتها 7 آيات، وهي 7 آيات بالبسملة، على خلاف سأذكره في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى بحسب ما يسر الله لنا الليلة من الوقت. سورة الفاتحة، معرفش أنت بتكتب ولا إيه وأنت أيتها الأخت الفاضلة، دون هذا، سورة الفاتحة سورة مكية. يعني مكية؟ يعني نزلت في مكة، يعني نزلت في مكة، زادها الله تشريفا، وهذا قول جمهور أهل العلم من المفسرين. وهي 7 آيات بالبسملة. يعني البسملة؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك بقى من المصطلحات دي، أنا أخاطب الآن الأمة كلها كما اتفقنا، لا أخاطب طلبة العلم فقط بل أخاطب الأمة كلها. البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، والاستعاذة، وسأرجع إليها الآن إن شاء الله تعالى، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلام جميل. يبقى سورة الفاتحة سورة مكية، يعني إيه؟ نزلت بمكة شرفها الله. جميل. وهي 7 آيات بالبسملة، على خلاف سأذكره بين أهل العلم، لأن منهم من لا يعتبر البسملة آية من سورة الفاتحة، ومنهم من يعدها آية من سورة الفاتحة، إلى غير ذلك من تفصيل سأبينه إن شاء الملك الجليل. سورة مكية وهي 7 آيات بالبسملة، 29 كلمة، 29 كلمة، 142 حرفا. تاني، 7 آيات، 29 كلمة، 142 حرفا. هذه هي سورة الفاتحة. طيب يا مولانا، ممكن نعرف ليه سميت بالفاتحة؟ هذه البداية. لماذا سميت سورة الفاتحة بالفاتحة؟ لأن القرآن الكريم قد افتتح بها خطا، أي كتابة، فلا تفتح أي مصحف على وجه الأرض إلا وسترى الفاتحة هي أول ما وضع في كتاب الله جل وعلا، فهي السورة الأولى في الكتابة والخط، وهي السورة 5 في التنزيل على الراجح. يبقى السورة الأولى في القرآن الكريم كتابة وخطا هي سورة الفاتحة، وسميت بالفاتحة لأن القرآن الكريم قد افتتح بها كتابة وخطا. كلام جميل. عشان كده سميت الفاتحة. أيضا سورة الفاتحة تسمى أم القرآن وأم الكتاب، ولها أسماء كثيرة ذكرها المفسرون، لكنني لن أقف إلا مع ما ثبت بالدليل الصحيح، ولنا في الصحيح الغنى بفضل الله، لسنا في حاجة على الإطلاق لا إلى ضعيف ولا إلى إسرائيليات، ولذا فلن أخوض طويلا في هذه الجوانب، وإنما سأقتصر إن شاء الله تعالى على ما ثبت وصح عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. سميت الفاتحة الفاتحة بأم القرآن وأم الكتاب و7 المثاني. وقد استنكر من باب الأمانة أنس بن مالك والحسن وابن سيرين وغيرهم أن تسمى الفاتحة بأم الكتاب، وقالوا أم الكتاب هي الآيات المحكمات، آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقال ابن سيرين وغيره
وأم الكتاب اللوح المحفوظ. وأنا أقول لا وجه لإنكار هؤلاء الأئمة لتسمية الفاتحة بأم القرآن وأم الكتاب، فلقد ثبت في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله، الحمد لله يعني الفاتحة، الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. هنعرف المعاني دي. هذا حديث في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. بل وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب التفسير في صحيحه المبارك، قال رحمه الله تعالى: وسميت الفاتحة بأم الكتاب، بأم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. هذا كلام الإمام البخاري وهو إمام الدنيا في الحديث رحمه الله تعالى. قال: سميت سورة الفاتحة بأم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، وهذا هو الاسم الذي اشتقت منه الفاتحة، يفتتح بها المصحف كتابة وخطا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سميت الفاتحة بأم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة، ويبدأ بقراءتها في الصلاة. هذا تفسير الإمام، هذا تفسير الإمام البخاري رحمه الله تعالى لمعنى أم الكتاب، لمعنى أم الكتاب. ومن أهل العلم من قال: سميت أم الكتاب لأن جميع معاني القرآن الكريم راجعة إلى ما تضمنته سورة الفاتحة، فالفاتحة مشتملة على كل معاني القرآن الكريم كما سأبين إن شاء الله تعالى. الفاتحة مشتملة لكل معاني القرآن الكريم، أي بصورة مجملة، وكل معاني القرآن راجعة إلى سورة الفاتحة. من أجل ذلك سماها أو سميت بأم القرآن أو بأم الكتاب، سميت بأم القرآن أو بأم الكتاب. أما تسميتها بالسبع المثاني، خلي بالك، أما تسميتها بالسبع المثاني لأنها تثنى في الصلاة، تثنى في كل ركعة، يعني يقرأ بها في كل ركعة من ركعات الصلاة، هذا معنى. ومن أهل العلم من قال: سميت سورة الفاتحة بالسبع المثاني لأنها استثنيت لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينزلها الحق تبارك وتعالى على نبي من الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم تنزل سورة الفاتحة لأمة قبل الأمة المحمدية الميمونة المباركة المرحومة على نبيها أفضل الصلاة وأزكى السلام. استوعبت يعني إيه؟ عرفنا الآن ليه سميت الفاتحة بالفاتحة، عرفنا لماذا سميت الفاتحة بأم القرآن، لماذا سميت الفاتحة بأم الكتاب، لماذا سميت الفاتحة بالسبع المثاني. طب ممكن يا مولانا الجزئية الأخيرة دي تاني بس ما انتبهناش معك، يعني إيه السبع المثاني؟ سميت الفاتحة بالسبع المثاني لأنها تثنى في كل ركعة، يعني تقرأ الفاتحة في الركعة الأولى ثم تثني قراءة الفاتحة في الركعة الثانية، وهكذا تثنى الفاتحة في كل ركعة، أو لأنها استثنيت، ادخرت
لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم تنزل سورة الفاتحة على نبي قبل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم تنزل على أمة من الأمم قبل أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وستسمع الليلة حديثا ربما يسمعه كثير من الأمة لأول مرة، من أشرف وأكرم ما ثبت في فضل سورة الفاتحة، بل ومن أشرف وأكرم المناقب لأمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كلام جميل، كلام واضح، أسأل الله أن يكون التفسير سهلا ميسورا. طيب أنت الوقت تعرفت على سبب تسمية سورة الفاتحة بالفاتحة وبأم القرآن وبأم الكتاب وبالسبع المثاني. جميل، خلي بالك بقى معايا، السورة دي اللي كل مسلم بفضل الله يحفظها، الله، رحمة عجيبة. هذه السورة، سورة الفاتحة، التي يحفظها كل مسلم بفضل الله، وتحفظها كل مسلمة بفضل الله. خلي بالك من اللي هقوله ده، هي أعظم سورة في القرآن الكريم كله. استنى يا شيخ، أعظم من سورة البقرة؟ أيوة. أعظم من سورة آل عمران؟ نعم. أعظم من سورة النساء؟ نعم. أعظم من سورة الإخلاص؟ نعم. أعظم سورة على الإطلاق في كتاب ربنا تبارك وتعالى. طب بالله عليك، دمى أليست هذه العبارات التي ذكرتها لك الآن نعمة تستوجب الشكر، أن يجعل الله سورة الفاتحة وهي أيسر سورة بفضل الله تبارك وتعالى على المسلم، يعني سورة يسيرة في الحفظ بفضل الله جل وعلا. صح سورة الإخلاص يعني أقل يسرا في الحفظ، لكن ما من مسلم إلا هو يحفظ سورة الفاتحة بإذن الله تبارك وتعالى. ومع ذلك جعل الله هذه السورة القليلة الكلمات، القليلة الكلمات، جعلها أعظم سورة في كتاب رب الأرض والسماوات. اسمع للمصطفى، ما احنا قلنا بقى هنقول قال الله وقال الرسول وقال أبو بكر وقال عمر وقال عثمان وقال علي وقال أبي وقال ابن مسعود وقال الصحابة الأطهار والأئمة الأخيار والعلماء الأبرار. أسأل الله أن يجعلنا وإياهم وإياكم جميعا في جنات النعيم، أن يجمعنا بكم وبهم في جنات النعيم. خلي بالك، روى الإمام البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث أبي سعيد بن المعلى. خلي بالك، لأنه قد وهم بعض شيوخنا وأئمتنا، وأنا أطالع كتب أئمتنا، وأنا أبشركم بفضل الله جل وعلا، أنا أراجع تفسير الآية الواحدة بفضل الله، بفضل الله، من أكثر من 40 تفسيرا بفضل الله، 42 تفسيرا على وجه التحديد، أقرأ الآية الواحدة في كل هذه الكتب بفضل الله جل وعلا، وأستخلص أنا ما فتح الله تبارك وتعالى به علي، وما قدره رزقا لكم على لسان العبد الفقير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع بما نتعلم، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه على كل شيء قدير. أقول وأنا أراجع، رأيت أن بعض علمائنا وشيوخنا وإئمتنا جزاهم الله خيرا وغفر الله لنا ولهم جميعا، قد وهم بعضهم في أن هذا الحديث قد روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وليس كذلك، بل هو من حديث أبي سعيد بن المعلى. وسعيد بن المعلى صحابي جليل من الأنصار، صحابي جليل من الأنصار. فالحديث رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه. والله تخلي بالك، رواية في غاية الجمال والرقة. يقول سعيد بن المعلى رضي الله عنه: كنت أصلي في المسجد، أي في المسجد النبوي، على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام. سعيد بن المعلى واقف يصلي، قال: فناداني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نادى عليه رسول الله وهو يصلي، فلم يجب، لم يجب سعيد بن المعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى قضى صلاته، حتى انتهى من صلاته. فلما يقول: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب،
فلما صليت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تأتيني؟ ما منعك أن تأتيني؟ فقلت: كنت أصلي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: أولم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك صورة، أو لأعلمنك صورة هي أعظم صور القرآن، لأعلمنك صورة هي أعظم صور القرآن. خلي بالك من الكلام، صيغة أفعل التفضيل، لأعلمنك صورة هي أعظم صورة في القرآن، قبل أن تخرج من المسجد. قال: قلت، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، يعني أخذ رسول الله بيدي سعيد بن المعلى، ثم خرج من المسجد. فقال أبو سعيد: يا رسول الله، يا رسول الله، ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. يبقى هذه رواية جميلة فيها تصريح بأن سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن الكريم. هذا الأمر، هذا الأمر بتمامه وببيانه وكلامه قد وقع مع صحابي جليل آخر، قد وقع مع أبي بن كعب رضي الله عنه. يعني هذا الموقف الذي حدث مع سعيد بن المعلى رضي الله عنه، مع أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه، قد وقع تماما مع الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والترمذي في سننه، ورواه كذلك الإمام مالك في موطئه بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى على أبي بن كعب وهو قائم يصلي في المسجد النبوي. فلما فرغ أبي بن كعب من صلاته أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعليك السلام. ثم قال بأبي وأمي وروحي: يا أبي، ما منعك إذ دعوتك أن تجيبني؟ ما منعك إذ دعوتك أن تجيبني؟ إيه اللي ما خلكش ترد علي حين ناديت عليك؟ فقال أبي: كنت أصلي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أولست تجد فيما أوحى الله إلي: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فقال أبي: قلت: بلى يا رسول الله ولا أعود. لا إله إلا الله. قلت: بلى يا رسول الله ولا أعود، لا أعود لمثلها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما منعك يا أبي، ما منعك أن تجيبني إذ ناديتك؟ ما منعك أن تجيبني إذ ناديتك؟ أو ما منعك إذ دعوتك أن تجيبني؟ يا أبي، ما منعك إذ دعوتك أن تجيبني؟ فقال: يا رسول الله، كنت أصلي. فقال: أولم تجد فيما أوحى الله إلي: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فقال أبي: قلت: بلى يا رسول الله ولا أعود. قال: فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبي، أتحب أن أعلمك سورة؟ خلي بالك بقى، أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل لا في التوراة ولا في الإنجيل
ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. يا الله زيادة جميلة جدا. خلي بالك عشان تعرف يعني قدر هذه الأمة وكرامة هذه الأمة ومكانة هذه الأمة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأبي بن كعب: يا أبي، أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان أي في القرآن مثلها؟ فقال أبي بن كعب: نعم يا رسول الله، أتحب أن أعلمك؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أرجو ألا أخرج من باب المسجد حتى تعلمها، أرجو ألا أخرج من باب المسجد حتى تعلمها. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. يا لها من كرامة، أخذ رسول الله أبي بن كعب من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يقول: وأنا أتبطأ، يعني أمشي ببطء مخافة أن يبلغ أي الباب قبل أن يقضي الحديث. فلما دنونا من الباب قلت: يا رسول الله، ما السورة التي وعدتني؟ يعني ما السورة التي وعدتني أن تعلمني إياها؟ لم ينزل الله جل وعلا مثلها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن، ما السورة التي وعدتني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بصيغة السؤال، قال: ما تقرأ في الصلاة؟ يعني ما هي السورة التي تقرأ بها في الصلاة؟ ما تقرأ في الصلاة؟ فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: فقرأت عليه سورة الفاتحة، فقرأت عليه أم القرآن. وهذا أيضا ثابت في الحديث الصحيح أنها أم القرآن. قال: فقرأت عليه أم القرآن، فقرأت عليه أم القرآن يعني الفاتحة. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة والإنجيل والزبور ولا في الفرقان مثلها، والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان أي في القرآن مثلها. ثم قال بأبي وأمي وروحي: إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. الأمة يعني أمة ميمونة، أمة مرحومة. طب خذ الرواية دي وأكثر بعدها من الصلاة والسلام على من شرفت الأمة بتشريف الله لها ببعثته. صلي وسلم وزد على من شرف الله الأمة ببعثته صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث رواه الإمام مسلم وغيره، رواه الإمام مسلم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والله تخلي بالك من الرواية الرقراق الجميلة دي. نقول إذا لسه فضل الفاتحة. قال ابن عباس: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه وجبريل قاعد، بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، سمع نقيضا يعني سمع صوتا من فوقه. جبريل جالس في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، سمع صوتا، فرفع جبريل رأسه وقال عليه السلام: هذا باب من أبواب السماء لم يفتح قط إلا اليوم. خلي بالك، بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، سمع صوتا فرفع رأسه فقال: أي جبريل، هذا باب من أبواب السماء لم يفتح قط إلا اليوم. قال: وبينما فنزل ملك، فقال جبريل: هذا ملك،
هذا ملك لم ينزل إلى الأرض قط إلا اليوم. يا الله، يبقى ده باب من أبواب السماء بيفتح لأول مرة، وهذا ملك من ملائكة السماء ينزل إلى الأرض لأول مرة. قال: فسلم، أي فسلم هذا الملك، بخلاف جبريل، فسلم هذا الملك على النبي الجليل صلى الله عليه وسلم، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع اسمع البشرى. وقال هذا الملك الكريم لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: أبشر، أبشر بنورين، أبشر بنورين، بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. الله أكبر. أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب، أو فاتحة الكتاب، وكلاهما صحيح، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. لا لا لا، تاني نسمع حديث تاني ونسمعه ثالث، عاوزين نسمعه كمان مرتين. حاضر، أنا واثق أن كثيرا من أحبابنا يسمعون هذا الحديث لأول مرة، والحديث رواه مسلم، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فهو في أعلى درجات الصح. والله تخلي بالك، هقوله كمان مرتين. بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا، أي صوتا مرتفعا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من أبواب السماء لم يفتح قط إلا اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. قال: فنزل منه ملك، فنزل منه ملك، فقال: هذا ملك لم ينزل قط إلى الأرض إلا اليوم. قال: فسلم، أي فسلم الملك على نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. تسمعه كم مرة ثالثة عشان تحفظه. بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا، أي صوتا مرتفعا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من أبواب السماء لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك لم ينزل إلى الأرض قط إلا اليوم. فنزل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. خواتيم سورة البقرة من قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. خلي بالك بقى، عشان لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لم تقرأ بحرف من أحرف هذه الآيات الكريمة إلا أعطيته بفضل الله جل وعلا. ولا تنسى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شايف البشرى الكريمة دي؟ شايف البشرى العظيمة لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بل ومن شرف سورة الفاتحة
وقدرها أن الحق تبارك وتعالى قسمها بينه وبين عبده في الصلاة. خلي بالك من المنقبة دي، قسم الله تبارك وتعالى سورة الفاتحة بينه وبين عباده في الصلاة. والحديث رواه الإمام مسلم والنسائي، وسأختار رواية النسائي لزيادة جميلة جدا في هذه الرواية. والحديث في صحيح مسلم كما ذكرت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ للنسائي رحمه الله تعالى كما بينت. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، هذا دليل ثالث على أن الفاتحة هي أم القرآن، على أن الفاتحة أم القرآن. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فصلاته خداج خداج خداج. وكررها النبي ثلاثا. خداج يعني إيه؟ يعني ناقصة غير تامة، ناقصة غير تامة. من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، أي صلاته ناقصة غير تامة. فقال رجل لأبي هريرة: يا أبا هريرة، إنا نكون خلف الإمام، هذه زيادة جميلة جدا، إنا نكون خلف الإمام، يعني لا يدع لنا الإمام فسحة من الوقت لنقرأ الفاتحة، وهذا يفعله كثير من الأئمة، على تفصيل إن شاء الله يعني ما حله في دروس الفقه، لكن بإذن الله تبارك وتعالى سنتعرض له حتما ونحن نتكلم عن الصلاة في دروس العقيدة كركن ثان من أركان الإسلام بإذن الله جل وعلا. أقول، يقول رجل لأبي هريرة: يا أبا هريرة، إنا نكون خلف الإمام، يعني لا يدع لنا الإمام فسحة من الوقت لنقرأ الفاتحة، بل يقرأ الإمام الفاتحة ثم يشرع في القراءة أو في التلاوة بعد سورة الفاتحة مباشرة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأ بها في نفسك. الله، اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك، لكن اقرأ الفاتحة. وهذا من الأدلة التي يستدل بها من يقولون بوجوب قراءة الفاتحة في كل صلاة، بوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، سواء كانت الصلاة جهرية أم سرية، سواء كان المصلي إماما أو مأموما، على تفصيل سأبينه إن شاء الله جل وعلا. اسمع، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. فقال رجل: يا أبا هريرة، إنا نكون خلف الإمام. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله تعالى: الله أكبر، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. الله 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 الله. شايف؟ عاوز حضرتك تستوعب هذا الحديث لتستشعر عظمة الصلاة وجلال الصلاة وعظمة من أنت واقف بين يديه جل وعلا. استشعر هذا الحوار وعش معه بقلبك وكيانك. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي. الله الله الله، حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم،
قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي، أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله عز وجل: مجدني عبدي، مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل: هذا لعبدي. الله الله الله، إياك نعبد وإياك نستعين. استشعر المعنى، استشعر حلاوة هذا الحوار وجلاله. إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل: هذا لعبدي، هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. الله، ما أروع وأمتع وأجمل وأجمع هذا الحوار. تسمع الرواية تاني؟ محتاجين نسمعها كمان مرة، كمان مرتين، لنحفظ هذه الكلمات الجميلة عن نبينا جل وعلا، ثم عن ربنا جل، عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم عن ربنا جل وعلا. في الحديث القدسي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد، خلي بالك، سميت الفاتحة بالصلاة، هذا اسم آخر جديد ثابت في الحديث الصحيح، إني قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله عز وجل: مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. مش بكفاية كده فضل سورة الفاتحة؟ أعتقد ما شاء الله لا قوة إلا فضل كبير. طيب، ممكن نذكر برواية أخرى كمان، كمان رواية. خذ هذه الرواية الجميلة التي تبين لنا فضل سورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي الرقية، هي إيه؟ الرقية. وخلي بالك أولى أن البيوت بلا استثناء في حاجة إلى هذا الدليل وإلى هذا التأصيل وإلى هذا الحديث الجليل من كلام البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. بقول لحضرتك سورة الفاتحة هي الرقية. والحديث رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، كانوا في سفر، فمروا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، يعني طلبوا منهم القرى والضيافة فلم يضيفوهم، فلم يضيفوهم، لم يقدموا لهم حق الضيافة، مع أن العرب مشهور عنهم الكرم ومشهور عنهم الضيافة، لكن هذا الحي لم يقدم واجب الضيافة وكرم الضيافة المعهود لهذه الصحبة الكريمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد قال: إن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم وقالوا هل فيكم راق؟ راق يعني يرقي بالرقى الشرعية، هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. سيد هذا الحي الذي رفض أن يقدم الضيافة لهذا الصحب الكريم لدغ، لدغ. إن سيد الحي لديغ أو مصاب، فهل فيكم راق؟ هل فيكم أحد يرقي؟ فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صرحت بعض الروايات بأن الذي رقى هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فقال رجل منهم نعم، فذهب فانصرف معهم فرقاه بالفاتحة، فرقاه بالفاتحة فبرأ، برأ سيد الحي، وفي لفظ البخاري فنشط فبرأ وكأنما نشط من عقال، يعني كأنه كان مقيدا بقيود ففكت عنه هذه القيود وقام يمشي. رقاه هذا الصحابي الجليل بالفاتحة فبرأ الرجل، برأ سيد الحي، فأعطوهم قطيعا من غنم على اختلاف في روايات أو في كلمات هذه الرواية، فأعطوهم قطيعا من غنم، فقال بعضهم اقسموا، يعني اقسموا بيننا هذا القطيع، فقال الذي رقى لا 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 نفعل. لماذا؟ قال حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا به. انظر إلى الأدب وإلى الورع وإلى التقى. قال لا مش هنقسم، نرجع للنبي عليه الصلاة والسلام ونعرض عليه الأمر ونرى ماذا يأمرنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه، فقال بأبي وأمي وروحي، ما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية. ثم قال عليه الصلاة والسلام قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. صلى الله وسلم وبارك على الرحمة المهداة وعلى صاحب الخلق. انظر إلى هذه الحميمية وإلى هذا الود وإلى هذا القرب وإلى هذا الخلق وإلى هذا الأنس واللطف. قال قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. هذا قليل من كثير ويسير من كبير في فضل سورة الفاتحة، ما أشرفها وما أعظمها من سورة، فهي أعظم سورة في القرآن الكريم كله كما ذكرت. ألا تحرك هذه الكلمات أيها الأفاضل قلوبنا وعقولنا لحفظ سورة الفاتحة ولإتقان تلاوة سورة الفاتحة تجويدا ولفهم معاني كلمات سورة الفاتحة ولما تضمنته هذه السورة الجليلة الكريمة من أحكام؟ أقول ألا تحرك هذه الكلمات النبوية التي استمعنا إليها الآن في هذه الحلقة المباركة، ألا تحرك هذه الكلمات عقولنا وقلوبنا لحفظ السورة ولإتقان تلاوتها وللتعرف على أحكامها وعلى معانيها وعلى ما تضمنته من هذه المعاني الكلية الكبيرة التي ترجع إليها كل معاني القرآن الكريم؟ ما أحوجنا والله إلى ذلك. ومن بديع ما قاله شيخنا وحبيبنا ابن القيم رحمه الله تعالى، قال وسورة الفاتحة، وسورة الفاتحة متضمنة للشفاءين، شفاء القلوب
وشفاء الأبدان. خلي بالك من التأصيل ده. وصورة الفاتحة، من يقول صورة الفاتحة الرقية، هي الرقية. وقد بينت أن الله عز وجل قد شفى هذا الرجل اللذيغ حين رقي بصورة الفاتحة. فصورة الفاتحة كما يقول ابن القيم متضمنة للشفاءين معه، لشفاء القلوب وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل، ولشفاء الأبدان. أقول شفاء القلوب هو الأصل، لأن القرآن ليس كتاب طب، لأن القرآن ليس كتاب طب ولا هندسة ولا كيمياء ولا فيزياء ولا كتابا للطبيعة، لا. ومع ذلك فالقرآن الكريم متضمن لكثير من الآيات التي جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم آيات للشفاء، وهو في الوقت ذاته متضمن لكثير من الآيات الكونية التي يأمرنا الله جل وعلا فيها بالتأمل والتفكر والتدبر، ولا تعارض بين ما أصلت وبين هذا. فالأصل أن القرآن كتاب هداية، كتاب عقيدة، كتاب عبادة، كتاب تشريع، كتاب أخلاق، كتاب يضمن الله به السعادة للبشرية في الدنيا والآخرة. ولا تعارض بين هذا التأصيل وبين أن القرآن الكريم متضمن لمئات من الآيات الكونية التي تلفت الأنظار الذكية والقلوب التقية والعقول النقية للتعرف على قدرة وعظمة رب البرية في كونه، من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. لا تعارض بين هذا وذاك، لكنني أنكر غاية الإنكار أن تلوى أعناق الآيات القرآنية من أجل أن توافق نظرية علمية مكتشفة بدعوى أن القرآن كتاب علم بحت. لا لا، فليستأنس بآيات القرآن، لكن لا ينبغي أن نلوي النص ليا من أجل أن يوافق النظرية. فإن وافقت النظرية آية من كتاب الله تبارك وتعالى، فنحن بذلك نثبت صحة التنظير أو صحة النظرية العلمية. لكن لا ينبغي أبدا أن نتجاهل أن القرآن كتاب تشريع وكتاب هداية، ولا تعارض بين هذا وذاك كما بينت، لأنني أرى إفراطا أو تفريطا في هذا الجانب، أرى إفراطا أو تفريطا في هذا الجانب. فهناك من يريد أن يرجع إلى تفسير آيات القرآن بالنظريات العلمية الحديثة، ويغض الطرف بالكلية عن هذا الجهد الرائع الذي بذله أئمة التفسير في تفسير كلمات ربنا الجليل القدير. وأرى فريقا آخر يريد أن يقف عند المعاني وقفة محددة لا يلتفت منها إلى هذا العلم الذي من الله عز وجل به علينا في هذه الأيام، لا، وإنما فينبغي أن نربط وأن نجمع بين تفسير أئمتنا وعلمائنا حتى لا نشذ عن الآيات وعن المعاني، كما في عند تفسير عند سلفنا الصالح وفي لغة العرب في الوقت الذي لا حرج فيه أن نستفيد فيه أيضا من هذه النظريات العلمية الحديثة. أقول سورة الفاتحة بفضل الله مشتملة على الشفاءين، شفاء القلوب وشفاء الأرواح. أتوقف عند هذا القدر إن شاء الله تعالى، لأفصل في الحلقة القادمة بإذن الله هذا الكلام البديع الغالي النفيس، ألا وهو وسورة الفاتحة متضمنة للشفاءين معه، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. أتعرف على ذلك مع حضراتكم في الحلقة القادمة من يوم الأحد إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن أكرمهم بالقرآن الكريم فهما وعلما وعملا، وأسأل الله أن يرد الأمة كلها إلى القرآن ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير لأجيب على بعض الأسئلة والاستفسارات إن كانت متعلقة بموضوعنا أو في أي جانب آخر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم السداد والتوفيق والإخلاص والقبول. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.